لبنان الأرض فينيقيا جمعية رح نتعرف عليها اليوم ونشوف شو هي نشاطاتها العديدة والكثيرة وشو هي أهدافها. معنا باستوديو بيرجوش كامل رئيس الجمعية. أهلا وسهلا فيك بيرجوش. معنا جيلبير حكيم نائب الرئيس. أهلا وسهلا فيك جيلبير. وجيرمان إيامي حكيم كمان من مؤسسي الجمعية. أهلا وسهلا فيك بيرجوش. لبنان الأرض فينيقيا. فسر لنا هالعنوان. نحن بهمنا نركز على الأرض. نعم. لأنه بدون الأرض نحن بتضيع هويتنا. نعم. ومن هيك الأرض مش سلعة يعني عنا منبيعها ومنشتريها. بهمنا نحافظ عليها لأنه إذا بدك مش نحن بنملكها، هي بتملكنا، لأنه هي بالنسبة لنا الأم. نعم. اللي هي غزتنا ونحن بسببها موجودين، بتعطينا كل شيء، وبالآخر بس ننتقل من هالدنيا هي بتستقبلنا. من هيك نحن بنعتبرها أمنا الأرض، الأرض اللبنانية تحديدا، ومن هيك ما ممكن نفرط فيها. والمشكلة هي هو الجهل. نحن مركزين على اللي بيجهل الشيء بيكون عدو له. الإنسان عدو ما يجهل. نحن بهمنا نتعرف على هالأرض حتى نقدر نحبها بكل أبعادها الروحية والاجتماعية والبيئية، بكل أبعاد هالأرض بهمنا نتعرف عليها تنمكن علاقتنا فيها، وإذا تعرفنا عليها ساعتها ما بنعود نفرط فيها. أين تأسست جمعية لبنان الأرض؟ تأسست بال2009، بس كانوا هالمجموعة كانت عم تشتغل من زمان مع بعضها بهالروح هيدي، عم تتعلم اللغات اللي كنا نحكيها قبل يلي هي بأصلتنا وبعدها موجودة بلغتنا اللبنانية اليوم. مثل السرياني؟ بكتير كلمات. مثل الفينيقي والسرياني. والفينيقي؟ والفينيقي. يعني السرياني أوكي، بس الفينيقي شغلة جديدة. إيه، لأنه نحن منفتخر مثلا أنه هالسقافة اللي عنا إياها بلبنان، هن شعبنا هو أول من عمل الأبجدية. يعني لو موجودة بغير بلد، بلد حضاري، كانوا حطوها على العلم تبعهم وافتخروا فيها، نحن منجهلها. عم تعلموا الفينيقي كأبجدية؟ هلا كأبجدية، كأبجدية بس. ايه، بس اللغة منطل عليها من وقت لوقت، على كل حال مش بعيدة عنا لأنه موجود كتير كلمات. نعم. بلغتنا اللبنانية بدون ما نعرف، طبيعي بدون ما نعرف طبعا. احنا هيك بلشنا بالنتيجة، بلشنا نحن باللغة السريانية كنتعلمها لأنه هي لغة الليتورجيا تبعولنا، واكتشفنا القاسم المشترك إذا بدك بين كل الكلمات جذورها لشو بترجع. يعني صرنا نستغرب إنه في اللغة ما بنعرفها عم نلاقي فيها كلمات حافظينها وبنحكيها وكلنا بنحكيها يمكن وما بنعرفها، واوقات بنفكر شو اصلا لانه مش اصل عربي. مزبوط. يعني لانه البلدان اللي حدنا دغري ما بيحكوها. نعم. مع انه نحن بنحكي لغه واحده. هذا اللي جذبنا واللي شدنا لنقدر نكتشف الزياده، وبلشت القصه من اللغه للبنان، لتاريخ لبنان اللي صرنا نتفاجئ شو فيه قصص ما بنعرفها. يعني تاريخ لبنان تاريخ كتير نحن محدودين بالاشياء الموجوده بالكتب. مزبوط مزبوط. بس كيف بلش هاللقاء يعني بينكم كشباب وصبايا؟ باللغه السريانيه، كنا معهد نحن عم نتعلم لغه سريانيه، بكل درس او بكل ندوه ناخذها كنا نسرق شوي من تاريخ لبنان او نطلع شوي على تاريخ لبنان. حبينا نحن نعمل شيء لنقدر نعمل حياة لندوة أو حياة مطبوعة، لازم يكون في شيء رسمي بين إيدينا، ونزلنا على الوزارة الداخلية وسجلنا. نعم. الجمعية هيدي. نحن هون عم نشوف فينيقي. عم نشوف فينيقي والسرياني. سرياني. جيرمان، يعني كيف تأسست هالجمعية أنتو كشباب وصبايا؟ شو حبيتوا يعني من وراء هالمحاضرات مثل ما كان عم بيقول جيلبير؟ كنتوا عم بيكون عندكم نقاشات أكيد من بعدها، وعم تكتشفوا إشياء جديدة، فصار عندكم أرض مشتركة، أرضية مشتركة، مشان هيك خلقت هالجمعية. مزبوط. خلقت هالجمعية بطريقة عفوية، يعني ما كان حدا لا بيرجور كانوا حضر لها ولا جيلبير ولا نحنا، بس خلقت بطريقة عفوية لأنه كان عندنا الشغف أنه نعرف زيادة ونتعرف زيادة، والمعلومات الأشياء التيوريك لحالها ما بتقدي، فإن إذا بدنا نطبقها بده يكون في شيء على أساسه عم نشتغل له هو الجمعية، وانطلقنا أنه كل شيء تعلمناه تيوريك ما نطبقه برحلات نعملها، نروح على الأماكن المقدسة بلبنان اللي هي تاريخية، نروح على المحميات بلبنان، هي اسمها لبنان الأرض، يعني نزور أرض لبنان فعليا، يعني ما نضلنا بس على ذكرى بالكلمات يعني. وصراحة كلنا كان عندنا الحماس حتى نتعرف زيادة على إيش نحن عنا إياها ببلدنا، بس نعتبرها عادي، بس هي لا مش عادي. هي كل ما تعرفت زيادة بتشوفي نقطة ما بتعرفيها وهيك أشياء بتجر بعدها. بس مين هن أعضاء لبنان الأرض؟ هن منوعين، من ما في عنا انتماء حزبي مثلا معين. في انتماء لبناني
اللي مؤمن بهالوطن بيقدر يكون فيها. لأي انتماء انتمى مجرد ما يحبه بيصير يحب يتعرف عليه. الإنسان ما بيحب يتعرف على شيء ما بيحبه. هيدا الأساس، إذا بيحبه بيقدر يتعرف عليه، وتيحبه كثير مهم يتعرف عليه. في كل الأحوال الهدف التعرف عليه والتعريف عنه، خاصة إنه يكون عنا في عنا اتصال مع بعالم الاغتراب مثلا، مع اللي عم بينشأوا برا ما بيعرفوا بلادهم. هذا مثلا بلد بي أو جدة، بس بالنسبة له ما لعب فيه، ما ربي فيه، ما تنشأ هو، ما رح يعرفه. بهمنا نحن نعرفهم على بلادهم، لأنه المغتربين عم بيدوبوا برا وعم بتدوب هويتهم. نحن بهمنا نرجع نسترجع هالهوية، نكتشفها، لانه بنفتخر فيها بالحقيقه. هون عم نشوف صور من رحلات كمان مع المغتربين، تعملوا رحلات؟ مظبوط اكيد. نحن كان في عنا هاجس، وبالاخص بيرجور، انه الجيل الجديد اللي عم ينشا برا عم بيضيع لغه اهله، او اللي جوا كمان، او اللي جوا بس اللي برا اكثر، لانه اذا بده يجيب كتاب يتعلم اللغه عم تطلع يا مصري يا فصحى، بيصير اهله ما يعرفوا عليه. بيرجور كان عامل شغله انه الحرف اللاتيني نستعمله للحكي اللبناني. هيدا بيخليه هو الولد يتعرف زيادة ويحكي اللغة اللي نحن بنحكيها. هيدي شغلة كمان كتير حلوة وحكينا عليها يعني بالجمعية. منفرق بين نحكي عربي أو نحكي لبناني. نحن بنحكي لبناني، لغتنا المكتوبة أو الفصحى هي العربي، اللغة العربية، بس نحن لغتنا المحكية هي اللبناني. هيدا المنشود، وهي مختلفة يعني، مختلفة حتى بالقواعد، قواعد سريانية أكثر ما هي يعني. أقرب انعمل دراسة عليها، عملنا دراسة عليها بالجمعية، وقارنا مع بقية اللغات السامية، اقرب طلعت للفينيقي من السرياني كسينتاكس تبع اللغه. تركيبتها فينيقيه اكثر من سريانيه. فات عليها كلمات اراميه كثير، وفات عليها كلمات عربيه كثير، بس بعدها بالروح تبعها بجوهرها فينيقيه. نحن هاللغه مستمره من الاف السنين. اكيد اللغه بتتطور وبتحتك بغير لغات وبتاخذ منهم وبتعطي. اليوم في خبراء اساتذه بيقدروا يعلموا اللغه الفينيقيه كلغه؟ كلغة موجودة أكيد، موجود في نصوص كتير فينيقية، وفي عدة لهجات فينيقية. مثلا فينا كلمة فينيقية يمكن فينا نحطها ضمن اللغة الكنعانية الكبيرة، وفي لها برانش مثل العربي مثلا. اللغة العبرية اليوم هي لهجة من اللهجات الكنعانية يلي محكية اليوم، ولا يعرفوا يقروا الفينيقي لأنه ما في عليهم حركات، كان اليوم بيستندوا على اللغة العبرية. اللغة العبرية. جيلبير، بنشاطاتكم مين مدعو؟ هل بيكونوا أعضاء الجمعية فقط أو في دعوة عامة؟ نحن تفاجأنا لما عملنا الجمعية بتنوع الأعمار. يعني هيدا الموضوع اللي نحن طرحناه طلع أنه بيشد عن جد جميع فئات العمرية اللي نحن موجودين فيها. نحن انطلقنا من رعيتنا وصار عنا جروبات بكذا منطقة. طبعا نحن لما نعمل نشاط أو لما ندعي لمشوار بالطبيعة لنحن نتعرف ونعرف العالم اللي ما بتعرف على هالمناطق، بيكون اللي مدعوين من مختلف الأعمار وتقريبا من أغلبية المناطق. يعني نحن فاتحين الجمعية أو الانتساب لكل شخص بيحبوا هالموضوع وبيهمه بيقدر يلتزم معنا. جرمان، كيفية الانتساب لكن؟ كيفية الانتساب؟ نحن دائما أبواب الجمعية مفتوحة للجميع. وين مركزكم الأول؟ ببرج حمود حار الصادر، كنيسة مار يوسف، المركز الأساسي. ونحن عنا فروع بكل لبنان، في بالبترون، بالزلقة، يعني مجموعات منتشرين بلبنان. بس بتحب أقول شغلة، أكيد نحن منرحب بالكل، وفي عنا كمان هلأ بنعطي الإيميل وبنعطي أرقام التليفونات. بس هدف الجمعية مش 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 عدد الأشخاص أو عدد الأفراد اللي فيها. هدف الجمعية نوعية الأشخاص اللي هن فايتين مأمنين بلبنان، مأمنين المبادئ اللي احنا حاطينا أسس لهالجمعية يلي هي بيرجورج. لما بقى معنا كتير في عنا أول شيء نحن مثلا شايف خوري قدامك أو شيء، حتى بيسوى يكون في شيخ كمان، ما في مشكلة، لأنه لبنان ما في عنده ثروات يمكن طبيعية كتير. بجوز يطلع عنا ثروات كبيرة بس مش هي الأساس. تدعمنا بس. بس مش هي الأساس. الأساس الثروة الأساسية للبنان تكون فيها هو الإيمان بشكل عام، لأنه هو حصن وهو منارة بالوقت ذاته لبنان لهالإيمان. هالبعد الروحي نحن موجود عنا، بيرجع في عنا الإيمان بالوطن، معرفة هالوطن، شو اسمه التعريف عنه، اذا يكون بده يكون رسول له. في درجات يعني، العضو بس يفوت
بيمشي بدرجات بالاخر نعتمده. وهالبرنامج على في تعليم يعني في تعليم على مدى كذا سنه يمكن بياخذ اختبار لحتى بالاخر نعتمده. السنه كرسنا ثبتنا سبع اشخاص التعليم كانوا شو بيكون يعني روحي ووطني محاضرات نعم من كل الانواع بده يكون عنده اطلاع على تاريخ بلاده على ثقافه بلاده على الحضاره اللي موجوده عندنا على شو اعطى هالوطن شخصيات طلعت منه كل هال اسم لبنان البيئه تبعه التنوع البيئي اللي فيه كيفيه الحفاظ عليه كل هالابعاد هيدي بتهمنا يعني منطقيا لحتى لي هذه منطقيا انا مش موجوده كثير المنطقه بس منطقيا لحتى لي نكون لبنانيين ونستحق يعني كلمه لبناني لازم نكون بنعرف لبنان كثير منيح بكل ابعاده هيدا الهدف هيدا كان هدف الجمعيه وهيدا اللي اختبرناه وهيدا اللي بندعي لاشخاص مثلنا ما كنا بنعرف بالاسم بنعرف لبنان بس تاريخه واهميته وارضه وكل بعدكم عم تكشفوها ولا اكيد اكيد ما اكيد ما بنخلص كثير غني يعني لبنان هيدا شعار الجمعيه عم شوف الشعار تفضل هذا الشعار بتحب نحكي لك عنه خليه اذا بنقدر نشوفه شوي جوزيف الشعار الجمعيه مؤلف من اذا بتلاحظي هيدي ارزي وبالوقت ذاته صليب الانطاكي القديم يلي بنشوفه كمان ببكركي وبالوقت ذاته شراع لهالسفينه وهي السفينه هي السفينه الفينيقيه يلي وصلت الثقافه والحضاره للعالم والابجديه والانفتاح وهن للغرابه هالشعب هو الوحيد اللي انتشر بالعالم كان عنده مستوطنات بكل حوض البحر المتوسط حتى يقال انه وصل على امريكا في بعض الدراسات بدون حرب نعم بس بالتجاره وبنقل الحضاره حلو كثير للحقيقه هالشعار بدي اختم مع جرمان مع الايميل رقم التليفون كيف فينا ننتسب للجمعيه عمليا ارقام التليفونات في عنا ارقام المنتسبين ورئيس الجمعيه 7062299 في عنا على الفيسبوك لاند اوف ليبانون لاند اوف ليبانون لاند اوف ليبانون على الفيسبوك وفي ايميل اذا بدهم ليبانون هذه بالفينيقي ليبانون ارس ARES يعني الارض لكل اللي حابين يتواصلوا معكم هوتميل لايف لايف جرمان بالنهايه شباب وصبايا من اعمار مختلفه كان عم بيقلنا جيلبير موجودين ولكن التعليم ضروري لا يستحق يعني الشخص هالانتساب قد ايه بتاخذ وقت حسب قيمات يمكن تاخذ 6 اشهر 3 اشهر حسب قديش هن مستعدين انه يعطوا من يعطوا من وقتهم وينتسبوا للرحلات للندوات اللي نحن بنعملها مش مفروض اكثر من سنه يعني ماكسيموم سنه اهلا وسهلا فيكم لبنان الارض فينيقيا تحيه لكل اعضاء اكيد الجمعيه ولكل شخص يعني حابب انه يتعرف على بلده بكليته اكيد الحقيقه اهلا وسهلا فيكم ميرسي مشاهدينا هلا وقفه صغيره وبنرجع نتكلم